وما فيش حرب. هاي رسالة، رسالة من بنا يسوي يعني سوت جمعية خيرية، جمعيات خيرية متعددة حقيقة، واحدة منها لجمع المنكوبية الحرب والغارات الجوية. فهاي رسالة كاتبها إلى مس هاجر، مس هاجر جميل زادة، هي قريبة زوجتي أخت بيبيتها. يتبني يشكرها على هذه الرسالة مثل ما هي مرضين عليها، ما منشورة سابقا 20 أبريل 1944. في سنة استقال من الجيش البريطاني سنة 1941، لأن أكو شيء واحد كان يقول لورنس العرب كان دائما ظل هو الرابط في الجيش البريطاني، بس كان يلبس التوفية العربية. يقول هذا مو صحيح، لأن أنت لا أما بريطاني وأما أنت عربي. لأن طلب الوصي طلب من خالي ساندرسون أن يصير رابط في الجيش العراقي، واستطرت الإرادة الملكية سنة 1942 تعيينه زعيم في الجيش العراقي، ورتبة زعيم شرف. ومن زار الوصي مصر والصحراء الغربية على العلمين وتونس، وكان معاه برفقة الوصي ولابس الملابس رتبة ملابس الجيش العراقي ورتبة زعيم، يعني عميد مثل ما نقول بريغدير جنرال. ومن زار بريطانيا أنا كان هاريسون بس كان يكتب خطب الوصي. وتشوفوا أهمية هاريسون دوسن بالنسبة للتاج العراقي. هذا إسماعيل نابر كان يسمى العميد إسماعيل نابر، العميد درجة عميد، كان فريق أول في ذلك الوقت. رئيس أركان الجيش العراقي هاريسون دوسن لابس ملابس عميد زعيم، وعبيد عبد الله المضايفي المرافق الأقدم للوصي. الوفد مكون من 4 أشخاص: الوصي، رئيس أركان الجيش، وهاري ساندرسون. إيش قد مهم هاري ساندرسون؟ هو مستشار الملك، مستشار الوصي. جعفر باشا العسكري، بنات جعفر باشا العسكري، هو نسيت اسمه، صار سفير اللاحق. هذا جعفر باشا العسكري. هذا جعفر داود الحيدري. داود الحيدري. والصورة هاي مهدية حبيت تطانيها سيد أحمد الحيدري. أحمد. هاي أشوفها سجينة. هذا ارتباط بين الوفد العراقي وشو اسمه. بس ما منشورة هاي الصورة، هاي من سيد أحمد الحيدري. سنة 1945 فصلت الحرب العالمية الثانية، صار الوصي راح زيارة إلى أمريكا وكندا يهنئهم بانتهاء الحرب العالمية، ومن خلالها فروا بفرنسا وإيطاليا وتركيا. وهاي الصورة نادرة، أثنين لابس ملابس عسكرية جيش عراقي، وهذا عبيد عبد الله المضايفي، وهذا آرشي روزفلت ابن جد روزفلت الأول، كان المرافق كابتن آرشي روزفلت، كان مرافق للوصي. بسنة 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية شاف انه اكو انتي بريتش فيلينج الحقيقة، واز رايزنج. الجيش العراقي كان في أضعف حالاته، يعني بعد حركة البغداء الأربعة وقفوا الجيش العراقي حتى يسيطرون، حتى الحكومة تسيطر، يعني شافوا الجيش صار أقوى من الحكومة. والحقيقة سنة 1946 واحد من نواب قوات الجيش البريطاني إجا لقيادة الجيش العراقي لمدة سنتين لإعادة بناء الجيش العراقي. نعم. أي نعم.
فظل سنتين هو مسؤول عن الجيش العراقي لإعادة بناء الجيش العراقي. الجيش العراقي كان كلش ضعيف بعد في نهاية الحرب العالمية، وكان هذا يعني طبعا من الوصل، يعني شاف الجيش هو لازم يكون الجيش. فقرر شاف انه 500 واحد خرجوا من الكلية، فقال يعني هذا كفاية خلي اطلع من فقرر يستقيل. وصارت يعني حفلة الختام مالته، حفلة توديعة صارت في فندق ريجنت بالاس، مو تايجرز بالاس، ريجنت بالاس هو النكس يهم السنك يهم تايجرز بالاس. وكان انا شفت انه تابع لمديرية السكك الحديدية، وسكن في الحقيقة لان بعد ما ظهر بيته سكن في الريجنت في الريجنت بالاس، وحضرها رئيس الوزراء حفلة المجلس وكل الوزراء والنواب، وحضرتها الدكتورة ملك غنام أول طبيبة عراقية خرجت من الكلية في الطب ملك غنام. منطور قفة، هم يحب القفة، هو قفة من ذهب أخذها معه. وهاي صورة صورة لسيد أحمد المطاني أنا نوري باشا سعيد الوصي وخالي سندس فيها بعد نهاية الحرب، وما كان لابسين عسكري في زيارتهم لأمريكا. وهاي في زيارتهم الأخيرة بعد ما ودعوا الخالي سندرسون، راح مع الملك إلى زيارة تركيا وأمريكا ومع الملك فيصل الثاني والعائلة المالكة كلها. وتشوفون هنا أهم التبادل، تشوفوا خالي سندرسون مع الوصي يزور واحدة من السفن الحرب، يعني أهميتها بس كانت هاي صورة غير منشورة. ظلت علاقة قوية، هو فبقى من بقى من رجعوا، هو بقى في انجلترا، وبعد رجوعه إلى انجلترا من علاقة سار صار فارس الإمبراطورية البريطانية نايت أوف ذا بريتش أمباير في البيرثداي أونرز ليست. رجع إلى بغداد مرة واحدة 2 مايز 1953 من ملك فيصل attained his majority، وهدالة شجرة العائلة كانت حصل عليها سير بيرسي كوكس، انطاها سير بيرسي كوكس إلى هاري سندرسون، وظلها هاري سندرسون من صار ملك انطاهية، وكان كلش معتز بها الملك لأن هاي شجرة العائلة مالته. الملك كان سير عنده ربو كثير، فظل يراسل هاري سندرسون وكان يسميه دوكي، من يكتب له غير دوكي. وفي آخر رسالة له مشهورة في كتابه، كتابه يوم 25 حزيران 1958، هاي مأخوذة من جريدة التايمز اللندنية يوم 15 جولاي، يوم بعد بحث قائلة نعم 43 أمير وأميرة قتلوا في ذلك اليوم. أخذ عدة وظائف في إنجلترا، وظائفه كان يمثل كلية الأطباء الملكية في الريسيرش كونسل، وصار يشتغل في سان جونز أمبولانس سيرفيس، كان يقعد في لجان برلمانية، فظل مهتم في القضايا العامة، وظل يحب العراق. شوف هذا بعد سنة 1960 لما طلع فيلم لورنس العرب، راح شاف الفيلم وبدأ يتكلم عليه يعني بحب، وشوف التوقيع سندباد، فظل يحب العراق. زوجته توفت سنة 67، ومع الأسف إنه ولد له 2 ولد، واثنيناتهم ماتوا توفوا يعني بعد الولادة مباشرة، فما عنده نسب. مع الأسف هذا جلو على عقيدة. أي والله. فنشر بدأ يكتب نشر مذكراته، ونشرت سنة 73، وطبعاً it was very well received. كانت رواية reviews of his book. هذا نظر مثلا من التايمز، بي ان جي، لانسيت،
ميدل ايست بولتن تقريبا معظم المجلات شو اسمها. ليش دي فتحي صفوة الله يذكره بالخير ظهر بعد ما نشرت مذكراته مجدد فتحي صفوة صار خبر الصندوق السجل طلع كتابه قال ليش ما تتفضل يا مين؟ تعال للمحطة نزل السايق، السايق أخذها فيقول أول ماشي طلع لي للباب هاني ساندرسون هذا الشخص الطويل الجميل يقول كان ستوب فورورد ويمشي بصعوبة منحني شكرا جزيلا